ما هي رسالتكم لأهلنا في غزة وهم في حصار وفي قتل والعالم كله يعني يقف أمامه؟ أهلنا الأحباب في غزة العزة الواقفين بثبات عز نظيره وبشجاعة يصعب وصفها، ونحن نرفع رأسنا عاليا باعتزاز بكم، فلا يدري المرء ما يقول لكم. أن أحدثكم عن الصبر وأنتم تعلمون الدنيا كلها فضيلة الصبر، وحسبكم قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومواقفكم البطولية مدرسة في الثبات والإصرار على المبادئ والقيم، وعلى الرغم من كل المحن والشدائد التي تحملتموها، لكن حسبنا وحسبكم قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لقد مر على نكبة أمتنا بقدسها وما حوله أكثر من 70 عام، وما زال المحتلون في الأرض التي بارك الله بها وما حولها، أما المستحبون لدماء الأبرياء يعيشون في الأرض فسادا وإجراما. وما تزال طائفة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة على الحق في وجه المتخاذلين. لقد كانت الأيام الماضية قاسية جدا على أهلنا في غزة العزة، وبخاصة في عموم أهلنا في فلسطين الحبيبة بعامة. ولقد أظهر العالم الآخر دعما للغاصب المحتل لم يسبق له مثيل، وتواطؤا مع المجرم الظالم ليس له نظير ولا يمكن أن يتصوره عقل أو يحيط به إدراك. وفي الوقت نفسه أظهر أهلنا تمسكا بدينهم وثباتا على مبادئهم ليس له نظير، وقد أذهلوا العالم بأسره. إنها معركة الحق والباطل الثابتة والمستمرة.